سعيدة اليوم باش نقوم بالتدشين ديال مدرسة أحمد الحمصالي درقمنا في مدينة بن ملال. هذه المدرسة غتعطي تكوينات عملية ومكتفة لمدة أقل من سنة للشباب في المنطقة. هاد التكوينات غادي تسمح لهم الولوج لسوق الشغل، وأيضا غادي يكونوا مسرعين وفاعلين للتحول الرقمي ديال الجهة. كانت مناسبة باش وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وقعت على اتفاقية اللي بالموجب ديالها غادي تعطي الدعم التقني والمادي لهذه المدرسة باش تساهم في الاستمرارية ديالها. هذا الشيء كله تصب في الجهود ديالنا باش نوفروا العنصر البشري المؤهل في مجال الرقمنة، لأن احنا تنعرفوا على أنه الكفاءات البشرية هي أهم مسرع للتحول الرقمي في بلادنا. مرسي. Thank you.